قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في خليل جيمنج. الحين عندنا زحمة، دائما عندنا زحمة الحين مدن، ودائما أقول بعدل المواصلات وبزيدها، وبعدني شغال على نفس الحال تقريبا، بس زينة الزحمة ماشية. يعني كم الزحمة مالي؟ ولا قتلت؟ طب لحظة، زحمة مالي 72%، والله سيئة تصدقون، مش سيئة لا، زينة فوق 70 زين. بحاول اوصلها في واحدة من الحلقات اتفيك حقها، بس اسوي الزحمة. انزين، الحين اللي بنسويه بنزيد التعداد السكاني للاماكن، اوكي؟ يعني بنجيب هذه المنطقة وبنحط فيها عماير، بس عماير نوعا ما كوبي بيست عن جنبهم واللي جنبهم واللي جنب جنبهم، لان هاي العماير يعني صراحة في العادة انا اسويهم حق تعداد سكان. اقول لكم ما بسوي عماير، بسوي بيوت، اشتقت للبيوت والله. بس انا عماير، لان نحن من نوصل اصلا 75,000 هنا راح يكون عندنا عماير الفخمة هذه صراحة جميلة، فهني حلو يكون جنبها بيوت. البيوت يعني تتسم بالبساطة، ترى هاي جمالية البيوت، بساطة البيت تخليه جميل. في مي هني، هاي في مي. انزين، بساطة البيت تخلي البيت شيء جميل. يعني مثلا الحين لو انا اجيب، بس اني قاعد اسوي مجرد بيوت عادية ما فيها يعني التعقيد، وبعدين انا قاعد ابعد المصانع وابعد اشياء، فهذا الشيء يؤدي الى زحمة. يعني ترى لا تنسون انا عندي الناس ساكنة بصوب، وهيل بصوب، والمصنعات بصوب، فاللي يحتاج يجي دوام ياخذ طريق طويل قبل لا يوصل على فكرة. يعني بس شكل الخريطة راضي عن اللحظة، خلنا نشوف من بعيد. اوف عفوا، شكل الخريطة انا للحين راضي عنه، بس قابل للامتداد صراحة، قابل جدا اني امدده صراحة. طب الحين بسوي بيوت هني، بيوت 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 البيوت، نكثر بيوت، بنسوي نقطة واحدة خروج ثانية من هني طريقة هاي، بس بنحافظ على الشارع كأنه شارع شو رئيسي، وبنحافظ على الدوار انه رئيسي. زين، هذه بيوت 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 بيوت، شو ما خدمة توصل لها، ما يوصل لها وايد، بنحطي خدمة بسيطة، عيادة بسيطة صغيرة، خدمة الناس. انزين، بنحطي مجموعة بيوت هني، مجموعة دكاكين، بنحط بيوت دور ما دور المكان هذا. هاي من المشاريع السريعة، هاي زيادة عدد تعداد سكاني. يعني انا الحين في مرحلة محتاج موظفين، محتاج اشياء، فقاعد ازيد بيوت. طبعا زيادة ما راح تكون نفس يوم اني انا ازيد، يعني اسوي ديزاين مدينة، لا طبعا لا عفوا يعني، لكن ما احتاج التعقيد هذا. انزين، اللي محتاجين مجموعة سكان زيادة في منطقة بسيطة جدا، والبيوت العادية تفي بالغرض، وزيادة مع شوي خدمات بسيطة. هي بالهم الصراحة مدارس، مدرسة ابتدائية عفوا، لكن أنا بهدمك، مدرسة ثانوية، شو أخبارك؟ حطي مدرسة ثانوية هني تخدم منطقتين صح؟ أنا حطي مدرسة ثانوية هني. زين، ابتدائية بعد بحطي لي وحدة ثانية هني، لو ما تشتغل الحين خلها ما عليه، بنحطي مدرسة هني بس حق الجماعة اللي هني، أوكي؟ وبالطريقة هاي استوعبنا منطقة جديدة. يعني ترى شوف، هاي من المناطق السهلة جدا، يعني بس على طول نحطي منطقة، شوي مستطيلات، نحط خدمات بسيطة، نحط شوي دكاكين، الناس التيشو تسكن عندنا، و يعني يبعثون حياة في المنطقة هذه بشكل جميل جدا. الشيء الثاني، كهرباء بتوصل، ما عليكم، ممكن نوصلها من الصوب الثاني بعد، بدل ما اخليها بالطريقة هاي. الشيء الثاني، المنطقة هاي ناس بتي هني، الحديقة عندهم خدمات عامة هني، مع انه ما في مشاكل فعلية، بس عندي مشكلة في خدمة
دفن يا جماعة الخير، مع ان عندي اثنين حق المنطقة، بس بعد 94% يوزنج سمتوريوم افاليبيليتي كاباسيتي 1400 وشيء، يعني احنا عندنا المفروض الاستيعابية. طبعا لازم نشوفها في لحظة، يعني هي تطلع ويختفي يعني. اوف شو اخبارك انت؟ تعال سالفة هني. اوه قاعد زحمة، قامت السفنة. نايس. هل مين احس محتاج اني اكبره صراحة؟ رويتكم هذا قبل، يعني قسم الكونتينرز، بس محتاج اسوي شيء في هذا المكان. افكر احط دكاكين، اللي بيبنون دكاكين ما عندنا مشكلة. انزين خلنا دم على الدكاكين، خلنا نحط لهم مواصلات. لحظة باص، بس باص ياخذ لفة على الاقل عندهم يعني منطقة، اساس يكون عندهم نوع من التنقل. يعني ترى التنقل تعبان هني. المدينة بعد باص، عفوا لكن انت مكانك غلط. باص هني، باص هني، هني. ما بالناس تقعد تمشي طول اليوم. انزين في شيء ثاني، الناس اللي تشتغل هني كيف تيجي هني؟ ها سؤال جميل صح. الناس اللي تشتغل كيف تيجي هني؟ ها شغال يصنع ما شاء الله. زين الناس اللي تشتغل هني كيف توصل هني؟ ممكن نحط ترام، بس ترام وين بحطي؟ مترو، عفوا مترو، ابى احط مترو غير، بس يكون يتسم بشكل مبين ان عندنا مترو. نقدر نحط مترو ترى على هذا الشارع. لحظة الداخلي حط مترو هني، ونحرك المترو شوي هني عشان يكون بعيد عن منو، عن التانكي. أبى الناس تيجي هني لأنه مش سهل يجون هني. الصبر زين، خلنا نطوف هذا من هني، ننزل عقب تحت الأرض راحة. هذا خط المترو على فكرة غالية. زين انا سويت المترو اللي هني فعليا مترو مركزي. زين فشو بسوي؟ كيف 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 اي شارع موصول هني؟ اي شارع هذا؟ اوكي خل لحظة، خلنا نشوف السالفة. بالطريقة هاي كيف موصول هني؟ انا لازم اعدل الشوارع شوي اللي تحت الارض بعد، لانه مرات خلاص تنح علينا. زين زين هني يبلين هني. ايوه كان في مشكلة ميلان شوي. الحين الناس تقدر تي وين الدوام هني، بس هذه النقطة انا عارف انها بتصير الطريقة هاي، بس شو بنسوي؟ اسحبها هاي تحت الارض، نبغى نسحب نخلي تحت الارض الطريقة هاي. الحين بنسحب هذا بالطريقة، طريقة هاي نايس. طوفون عادي ما حيدعم، حد يدعم مو مشكلة. هني شوي اوكي نايس. الحين الناس بتبي تتنقل على الترام هذا للمنو، للصناعية، لان هذا اصلا لو تذكرون كان يعني مجرى اساسي لكل المدن وصل. دام هذا وصل لكل المدن معناه توصيل حقهم من هني راح يسوي كل شيء ثاني بروحه، راح يجيب اي حد من اي نقطه تقريبا. صح بياخذ منهم مشوار، بس اتس اوكي
زين الحين بخصوص التعداد السكاني، الحين زاد عندنا تعداد السكان، شو معناه بيزيد؟ اوه لفلنا من اربع اكثر، بس والله هني زحمة. الله لي يوريكم الزحمة اللي هني كيف، والباصات مش مقصر ويا حد، بس الباص اللي مال السياحة عرفته جاي بالعيد. اذا السالفة شي خلينا نصير عند باص السياحة سايت سينج بس اللي هو هذا، ناخذ نقطته كل النقطة مهني خلاص، سويت نقطة ثانية خلى ما يسوي زحمة على هالشارع. يا باص لا تزعلني منك، الله لا امسح عنك. اوكي انا اسف لكن كان لابد من الحركة هاي. بيو فيول بس علق هذا بعد ولا شو؟ دليت المفروض يتحركون الحين. اوكي لا المنطقة جيدة مش سيئة، مش سيئة ابدا. اللي ناقص الجامعة تستوي ضخمة لازم ترى، على اساس نوصل الليفل الجاي جامعة لازم تكون وايد جبارة وايد. الحين عندنا مباني، مش انه ما عندنا مباني، صار عندنا مباني وايد، منها هذا انفيرمنتال سكول، عندنا بوك ستور، عندنا ليبرال ارتس لابراتوري، مختبرات، اوديتوريوم. اوديتوريوم في الواقع ممكن نحطيه هني جامعة نفسه. مشكلة انا مش حاسب حساب الاحجام عدل، وانا حاسب حساب الاحجام عدل كانت استوت الورطة هذي كلها. انزين خلنا نكسر الحديقة، لا حرام والله حلوة الحديقة، ما بكسر شيء. دائما دكلك اشوف شو اخبار المواصلات، شو اخبار هالامور، شو بعد الطلاب مفروض يزيدون ترى لان زدنا السكان. انزين نزدنا السكان هني، بس هني بعد مكان حلو حق محلات على فكرة، دكاكين حق الصناعية، بس ابغى اشل منه اي من درب هني لهم، وخط اللي هني عفوا رايت كليك ابغى اشله من هني على اساس ما يبنون دكاكين مكان غلط. يا سلام شوفوا المكان، شوفوا المدينة، شوفوا شوف مدينة جبارة. بعدنا ما وصلنا 75,000 اشياء. انزين هاي شو اخبارها؟ انا عندي مشكلة هني، في دائما في شيء ناقص، مع انه جلاس مثلا انا عندي هني في الستورج، بس ما حد تعب عمره يشله، فهل انا مفاهم الميكانيكية غلط؟ مفروض ما ينقص، مفروض يكون دائما فل، او هي مفروض بالطريقة هاي من يخلص يبوله. انا صراحة مش متأكد، بس المتأكد منه عندي الدخل صار جبار، والشاحنات ومن حيث الكارغو هني مرتاحين، هذا بعد مرتاحين يبون الناس يدامون. قبل ما كان الناس دام تذكرون، الحين صار في عندنا ناس تشتغل. انزين الحين بنضيف على المنطقة هذا بعد المشكلة موجودة، تذكرون من ايام، من متى، من سنة يدي نفس الحالة. ابا احطي مبنى مكان مميز. كوين صار ترانسبورت تور؟ ان عندنا وايد كم ترانسبورت يستوي تيم. اوه بوت ميوزيوم، هذا شيء جميل والله. هذا ممكن احطيه هني تصدقون، مش هني لا، هذا ممكن احطيه هني بالزاوية، يزيد سعادة اللي هني يا حيا، لأنه إن شاء الله ما يطلب شارع عصري. ما يكفي هذا؟ كنترول إت رجع ارتفع طبيعي لو سمحت. ما يبغى هالشارع صح؟ يبغى لازم شارع عادي. هذا معناه هذا بي وين؟ يعني والله ركب غصب ترى، بس الماي هو كيف وصل له الحين الماي؟ اوكي كهرباء مقدور عليها، شارع بعد مقدور عليه، من شارع السياكل هذا طريقة هاي.
بس متحف وبس بالطريقة هاي محطوط، ما أحس إنه فكرة حلوة. أبغى أسوي له نوع من أنواع الزينة، بس مش الحين، لأن الشاطئ بكبر هذا راح يصير سياحي، الشارع هذا كان راح يستوي سياحي، فالحين ما أبغى أضغط على المنطقة بالطريقة هاي. بس اللي أبغى يمكن أضغط عليه هني عماير. شو المنطقة هاي؟ اوكي ما حددنا منطقة صح؟ خلي اوكي خلي كل نوفش وين سيلف سفيشنت ايل. هذا ينزل المدخول مالهم لكن يحولهم لطاقة نظيفة. من هذا المنطلق راح احط عماير صغيرة هني على المدخل على امل انه يطلعون سلف سفشنت حلوين. وكل العمار قد غير، الحين السكان بينزلون عندنا بيرجعون يطلعون، ترى بيرجعون يطلعون. خلنا نعدل الجملة. بس هي تحدي السكان الحين اني ارفع، ترى كبير. شوفوا كم عدد السكان اللي قاعدين ينزل بس من مرة المنطقة هاي. يا الله واحد لازم وايد ينتبه يوم يغير بوليسي ترى. بس هالشي ممكن يجيب ناس زيادة، حقي الناس زيادة الحين مطلوبين. بارك والله هذا شغال عسل، مكانه خطير اصلا. زين معناه ان اماكن سياحية وناس تتي عندنا وتتعنى وتسافر وتتي من برا الى اخر. 292 شوف مش هينين، والحين يمكن يجيب كميات اكبر لان العماير تغيرت. والله نزلت 49 تجاريا قاعد يطلبون اكثر. ها خلينا نشوف ايش قال العماير. اوه يا هاي ليش يستعملون 7 من 7 7 من 7. واو اوه واو، ليش المكان هذا فيه نسبة موت بضخمة بالطريقة هاي؟ ليش موجة الموت هاي؟ صحيا شو اخبارها؟ لازم نشوف التول مالنا صحيا، يعني صحتهم عسل. 76 محتاج تفسير اكثر شوي حق بعض الاشياء، محتاج مدات صراحة. افريج هيلث الدر كير تعبان، فهذا معناه الحديقة هاي بعد ما ناخذ منها زاوية حق الالدر كير. انزين ترى الزوايا اللي قاعد ناخذها من الحديقة انا بالنسبة لي زينة، لان فعليا حطيه هني. او والله اقدر اسوي له مكان هني الدر كير، بس هني زحمة. او ممكن اسوي له مكان هني بعد، اقدر اسوي له مكان. الحين انا هادم المكان هني، اقدر اسوي حوض كامل الدر كير بحطيه هني، بمسح الزون اللي هني اوكي، بحط شير حول المكان. مكان في الوسط حق الالدر كير. انزين الحين الحديقة بتحتوي على كم شيء زيادة؟ هذا الاعتناء بالشيبان اللي ما يدري يعني. تشايلد كير الحين هذا يأثر في وايد اشياء، طلع اكثر ما انا تخيلت. ابعد بنحطي في منطقة، ما بحطي هني لا، بكسر هذه الزاوية اقول لكم عنها. بنحطي تشايلد كير، انا يا بالاطفال اظني حضانه يعني، بيسكلي على فكره اظني حضانه هي، لا اكثر ولا اقل. انزين الحديقه في حضن الحديقه، شوفوا ما توصل المنطقه كامل، بس بتغير لنا النظام الصحي يعني 83% 60 بيرسنت الى اخره. متري يوزج 95%، هذا اللي يخوف، هذا اللي يخوف، هاي يسوي فيلم رعب. انزين الحين نبغى نحط اشياء ثانيه في زوايا الحديقه. قلنا نحن الزوايا راح نستعملها ترى، تذكرون انا ما حطيت شيء هني.
انزين صحيا صحيا بنحطي في منطقة كوميونيتي بول وهالسوالف، بناخذ هبشة من حجم منو الحديقة، ويكون عندهم دخول مباشر على منو على الحديقة هاي اللي. شوفوا انزين الحين هاي اللي بنحطيهم هني في حضن الحديقة. صبر خليه يفسحون الطريق. هاي لازم. انزين صحيا بنحطي سونا كوميونيتي بول عفوا، بنحطي جيم اكبر، وهذا شو يوغا، وعن مسبح وين كوميونيتي بول، وبنحطي هني يوغا كان اصغر. شوفوا صار عندنا منطقة صحية متكاملة، لكن لا ننسى هاي نحن اصلا من ضمن منو بتكون الحديقة نفسها. خلونا نسكر هني حتى بغطيها كامل بشير ما على الممشى هذا، وهذا مكان كامل اغطي فيه شو اسمه كامل. شوفوا شجر هذا كانهم شوي بعيد عن الناس، بس اللي بيستوي هني الحديقة وين مدخلها؟ نبغى مدخل الحديقة جانبي صغير. زين السالفة شي قلنا نحطي زين، اذا شي ما يستوي بنسحبه شوي. زين نحطي مدخل حديقة جانبي. من هذا الجانب نحطيه بالطريقة هاي، نسحبه شوي لورا الطريقة هذه، وهذا نسحبه بالطريقة هاي. الحين هذا نوعا ما استو في حضن منو الحديقة. يا الله رسيم جيم انا اسف. نوعا ما هاي صار في حضن منو الحديقة. الحديقة هاي وايد ضخمة يعني ترى، وشوفوا للحين ان الانترتينمنت مالها وايد عالي ترى 1500 وشوي، فمساحة فاضية على الفاضي حرام، فأي استغلها يعني تقدرون تقولون ناس تروح جوم يعني السونا وهالسوالف بدل ما هي فاضية، وببدأ باستغلال الحديقة شوي أكثر فأكثر 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 فأكثر، أظني مركز الحديقة الأساسي هناك يعني، الباقي اللي ضرب فلوس يعني أكثر شيء هني. بس هني حلو ترى بعد المكان، الناس تقدر تيجي من الحديقة تروح المسبح تروح أماكن تروح كذا. بس أبا شير هني بعد، اشير هني، اشير تمويه ترى. زين الطريقة هذه وشجر، الطريقة هذه وشير، بالطريقة هاي بكون عزلت منو عزلت مسكو الكوميونيتي هذا او المسابح والسوالف هاي انا منو عندي اثنين كوميونيتي بول عادي عادي ما عندي مشكله، بس مكانهم في الزحمه اللي هم فيها. شوف المباني طاقه شمسيه هاي السوالف نايس نايس. شوفوا عدد التعداد كان يرد يرتفع شوي مره ثانيه، والله هو حلو ترى. نحن نبدا نستقطب ناس اكثر فاكثر فاكثر فاكثر. زين هني شوفي زين اروم امسحه واحط دكاكين بما انهم محتاجين دكاكين، نمسح هذا نحط دكان. شوف هذا اللي بيداوم هني جنب بيته يكون محظوظ صراحة. من ناحية فلوس نحن مصانع سادت لنا فلوس ترى، ما عندنا مشكلة فلوس، بس عندنا اشياء بسيطة ما قاعدين نسويها بشكل كبير. انزين الحين الجزء الثاني الجامعة، يا الجامعة أفتشاور هل أمد الجامعة طول الطريق يعني يكون ثيمنا شاطئ الجامعة. شوفوا إذا أقدر أسوي شيء ترى على فكرة يعني أكل لتكون لا عفوا مش لهني لهني جامعة هذه، بس يمكن أحتاج أمدها شوي عشان ما أخرب الحديقة، وأمد شارع للجامعة. بس مشكلة أحس الطريق للطلاب
مش طريقة عادية صراحة. الطريقة هاي شوفوا، نسوي بالطريقة هاي وايد وايد أشياء نقدر نسوي، ترى وايد أشياء نقدر نسوي أكثر ما تتخيلون. نقدر إني بشوارع هني الناس تروح ها كلها حق المنطقة الجامعية، يعني تتكلمون عن جامعة ماخذة شاطئ مدينة ما سويناها قبل على فكرة. ناي إذا سويتها فعليا هذه أول مرة بتكون الطريقة هاي. شوفوا جامعة يعني من أضخم الجامعات اللي ممكن تصير. خلينا نشوف البوك ستور، أعطيها قريب المدينة شوي يعني ما يضر، ترى قريب المدينة خلها المنطقة فاضية الحين. يمكن أحطي حرم جامعي وبحطي مختبرات هني آخر شيء في الزاوية زين، بس بمد المنطقة الجامعية شوي. زون مضايقني لحظة زين بالطريقة هذه زين، بس 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 حاليا ما ينفع لان لازم هذا يكون من مستوى صراحة هذا ما ينفع بالطريقة. ايوه بالطريقة احسن، وهذا من مستوى هذا، هذا من مستوى هذا. شوفوا الحين افضل، في حفرة هاي تضغطها كلها عادي، بس الجامعة نفسها ها شو يسوي؟ كامبوس اريا ناقصنا طلاب على فكرة. زين الحرم الجامعي 300 1 2 3 4 5 6 2400 طالب يشل، يمكن نزيد بعد مبنى واثنين حرم جامعي. الطريقة هاي انت تعال كليك كليك كنترول بس ممتاز جدا. هذا ممكن تغاضي عنه شوي لان مسافة اموره طيبة، بس المشكلة يتم يهددنا كل مرة، كل ما ينقص يتم يهددنا 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 يهددنا، هاي مشكلة ثانية. اذا التهديد تم مستمر هذه مصيبة. انزين وعندنا هني للجامعة نفسها في مباني ثانية، بس كان في مبنى عود، اي مبنى كان الضخم environmental studies. اوف والعيال والله environmental studies مش غلط هني يكون مكان، تصدقون عندنا مكان بنمد شارع حشيش زين، بنحط المبنى هذا وين؟ اذا حطيه هني شو بيسوي؟ سؤال، بيخرب الشارع؟ لا ما خرب الشارع زين، خرب هذا الشارع؟ الشارع مو مشكلة، شوي بنجيب موف التول بنشله بنحرك الشارع شوي بعيد صراحة. هذا غلط، انا الناس بتمشي اسرع اسرع بالطريقة هاي. انزين ها بعد جزء من الجامعة هني، بس الجامعة ما نقدر نخليها بالطريقة هاي، تعرفون انت الجامعة يعني لازقين في الشارع العام خانقنهم خنق مش طبيعي، بس بعد عادي يعني بيمشون. هاي يدرسون بيئة فلازم هم يعدلون البيئة اللي هم فيها، مش لازم اني انا قاعد يعني اوفر لهم البيئة، هذا شغلهم هاي دراستهم اصلا زين، هاي دراستهم خلهم يعرفون يتخصصون فيها هني بالطريقة هذه. خلينا نحط لهم شوي جاردن. لحظة ممشى الزون وينه؟ مش هني زين، نحط لهم شوي زون هني. وين ممشى الطلاب مالهم؟ لحظة ممشى الطلاب من هني لين هني، نرفع معنوياتهم شوي ونرفع الشارع عفوا. هذا يركب هني؟ لا طبعا لا لا ثاني، لا هذا احسن. حطي مبنى هني ومبنى هني واخلي هذا فاضي حاليا. مش لازم كل شبر ترى نعبيه على فكرة، يعني في ناس تحسسني لازم اعبي كل شبر من الخريطة. زين الحين الاتراكشن زاد 1275، ترى وايد صعب الاتراكشن في الجامعة، ترى صعب والله مش سهل صراحة.
حتى المحافظة على الطلاب ترى مش بسهولة. يعني أنا ممكن الحين آخر أكاديميكير إذا ما جبت الطلاب ترى خلاص بتنزل الجامعة ليفل واحد. بس هذا بعد في وايد عوامل، طلاب الابتدائية عامل، طلاب الثانوية عامل، طلاب الجامعة نفسهم بعد عامل كبير. بس أنا عندي جامعة ثانية في المنطقة، فيمكن من هالسبب بعد هذا يلعب دور كبير. في حد قال لي ألغيها، بس ما أفضل إني ألغيها صراحة. انزين 180 طالب هني، يو شوفوا دراسات البيئة يو 180 طالب، دراسات الثانية 70 طالب، مكتبة فقط ما فيها شيء ثاني، ناس تجي وتروح وتكتب. المفروض يزيد ترى، المفروض انه يزيد. اذا ما زاد صراحة انا مش وايد ماكل هم حاليا، لان عندي وايد ناس متعلمة وسادين الوظائف. طب صراحة انزين انا والله ضيعت، وكنت اسوي هالحلقة على فكرة، يمكن الحلقة الجاية. هذا نت اف وركرز، والله محتاجين نتمدد اكثر في الخريطة، بس محتاج اني ابني هني يمكن، او هني اسوي منطقة مقابلهم. خلنا نكملها، شو رايكم الحلقة هاي؟ بنيه بالشارع العود، بنكمل منطقة كورنيشية شي خطيرة جدا بصراحة. بالطريقة هذه، هاي مش سيدة انا عارف، ولكن ليش ان هني شيء نوعا يعني ما يخلي صعب شوي سيدة. زين ما يش اخبارك هني ما يهني زين، خليه يكون صعب شوي سيدة، لان هذه الشوارع عندي الحين في مخي مربوطة بشو بعماير. خلاص خلي اللي برا عماير تجارية، سوي عماير سكنية هني. مفروض اترية هاي المنطقة تمتد، بس تعرفون شو، لا ببني شوي اشياء قبل لا امد هناك، بمد من هني. هني اذا ضبط الوضع مالهم ترى بعد بيكون زين، هني مش غلط. خلنا الكهرباء بتوصل لهم، اذا ما توصل لهم خلنا نحط كهرباء من هني صراحة. هاي اللي بيحصلون كهرباء، نايس، سلكتوا كهرباء دايركت، نايس. هني ترى المنطقة يعني شوي لو تشوفون على اليسار وايد فرق من على اليمين. وابى اسوي جسر مشاه حق منو؟ حق الجامعة، بس احس بتكون غلطة. في ناس تمشي لين هني سؤال، ما في ناس تمشي هني الصراحة، لا ما في، بس فيها العماير. هالعماير يمكن في ناس تمشي، ما ادري، مع ان كل شوارع سياكل. خلنا نغير هالشارع نسوي له ابجريد، بيستوي كله نفس الشيء. خلاص منطقة السياكل العالمية هاي انا اعدلها. زين الحين هذا موضوع ثاني لازم ندرسه في اوقات ثانية، لازم نسوي شوي دراسة على المنطقة، انا شو بسوي شو ما بسوي. معقول الشرطة ما قامت تكفي؟ خلنا نحط مركز شرطة داخل الكامب مال الجامعة، مطافي ما يبون، عيادة ما يبون. زين نحط لهم مركز شرطة هني، وراعي الشرطة راح مكان ثاني يزخ حد ثاني. تبن لك خليت الحرام اللي هني برايه. ليش كرايم ريتز هاي عندي انا؟ I need to discover. لا لو مش هاي، بس هني هو زعلان. الجامعة شكل الطلاب زعلوا من المدرسين ودقوهم دق، احتمال وارد ترى. يعني انا سويت شي الكاميرا، ايوه قمت ازخم من هالزاوية. زين احتمال وارد وكبير يعني، عادي يعني جدا عادي يكون في مركز شرطة جامعة هالكبر، ما يعني مركز شرطة فيها ما يضرها صراحة. زين نشوفكم في حلقة قادمة على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.